تعرفت على زوجتك السيدة ماي بالمدرسة، شو يلي خليك تحبها بين كل بنات الاي سي؟ اول شيء اول سنه كنا نحن فتنا على الـ على البكالوريا على سادس بسموها اللي كانت البكالوريا، كان اول سنه نحن كان بالفرنس سكشن في بنات وشباب، نحن ما كنا ميكس، كنا كلنا شباب. لما فاتت اول شيء بنت محافظه من عائله كريمه، واقعيه منطقيه متعلمه، بتتابع ملفاتها كلياتها، كانت مختلف عني اللي كانوا البقايا الموجودين، عرفتي كيف؟ بتعرفت عليها ووصلت العملية انه بالعكس في كتير اشياء مشتركة بيني وبينها، عرفتي كيف؟ بقى لما سافرت على امريكا ورجعت كانت بعدها بالاخر عزبة، على اساس بتعرفي بالاي سي كانوا كلياتهم يكونوا تحت نصيبهم، اوكي؟ وكنت بدي اروح على السعودية، وانا شفت انه اذا رحت على السعودية امكانية انك تلاقي شخص تاني تتجوزي رح تكون صعبة. بقى كل المعطيات وصلتنا لقناعة لازم اتجوز بال 75. وشو قصة سيارة البيجو 405؟ اوه يلي تعلمت انت عليها للسواقة وعلمت اخواتك وعلمت قد ايه كان عمركم بهالصورة؟ ايه بعتقد انجا 18، انجا 18. هون كنتوا تزوجتوا ولا بعد؟ لا بعد، بعدنا كنا بالاي سي، كنا بعدنا بالاي سي. كنت بعد مطول شعراتي وكنت بعرف البنطلونات اللي كنا ناخذها تبول النيفي والهون. صحيح. يلي صارت فيها انه انا نحن بيي كان موظف حكومي وما كان معه مصاري. كان عنده ال 403 بيجو وبعدين صار معنا شويه مصاري حولناها لل 404، عرفت كيف؟ يعني ترقينا بحياتنا. فلما صار عمري 18 سنه بدي اتعلم، بيي كان كثير يحب سيارته انه ما فيك تسوقيها، بقى امي هون فوضت معه تتخليني سوقها بوقت ووقت، كان مسمح لي اخذها مره بالاسبوع نهار السبت، حتى بالاخر اذا بدي كسر فيها وجرب انه نعمل حالنا انه يعني حتى علمتها لسيدي ماي ولا اخواتك علمتهم عليها؟ علمت علي. مين غير لها لونها للسياره؟ طيب هاي تغيير اللون كان ما عندنا خيار، ما هو اليوم بيي كان بيحب كلها لونها، بيي كان بيحب وحده واللون وانا بحب لون، قررنا بالاخر انه بالاخر نوصل لكومبروميس. شو عملت وريه؟ لا غيرناها بس بوقت اللي هو كان بالصيد. عم نحكي عن ابنك رامي، ابنك رامي الله يرحمه توفى سنة 2011 وكان عمره 33 سنة، خسرت ابنك الوحيد بس بقي لك منه مي وياسمين ونور الله يخلي لك اياهم. كنت عم تحكي عن عن دورك بحياتهم وكيف انت صرت مسؤول عنهم، شو دورهم هن بحياتك اليوم كمان؟ اول شيء انا بعتقد الاولاد والاحفاد هن كل شيء بحياته للواحد، لانه بالنتيجة البزنس تعملي تروح على البيت خلاص، يعني حققتي التحقيقات بموضوع انتخابات كله هيدا صفى بالاخر، يعني محطه زياده بحياتك. الوحيد اللي ثابت بحياتك هو عائلتك واحفادك واولادك. انا بالنسبه لي بعد ما توفى رامي بتطلع على شو تركنا بتقولي خلينا نتشكر ربي انه عاش معنا 33 سنه بس طلع لي هالثلاث بنات.